رئيس الوزراء الأسبق السيد حيدر العبادي قال أن السكوت عن ملف المغيبين من الطبقة السياسية إلا هو وسيلة للحصول على المناصب والامتيازات. يعني الكرة كانت في تحالفات مع الميليشيات بهذا الملف، يعني أجري أكبر تحقيق ملف المغيبين المفقودين بصلاحيات واسعة آنذاك بزمن العبادي، تم تحويل التقرير إلى القضاء. طيب يعني هنا أسأل، إذا السياسيين اللي بالفعل دينادون بهذا الملف لم يفعلوا التقرير، لماذا؟ هل هناك جهات أكبر من الحكومة؟ يعني واضح الأمر، كل شخص متابع لأوضاع حقوق الإنسان في العراق تتضح إليه عليه الصورة. يعني هنالك استخدام لملف المغيبين وملفات أخرى قبل بدء الحملات الانتخابية، ثم هنالك تبدأ عملية المساومة عليها. يعني يبدو أن هنالك عمليات تنازل عنها مقابل الحصول على مكاسب سياسية معينة. ثم نعم هنالك قد تكون هنالك جهات تضغط لتناسي هذا الملف، جهات قد تكون حكومية أو قريبة من الحكومة أو متصلة بالحكومة، جهات كونها قد تكون متهمة في عمليات الاقتفاء القسري ولا تجد أن من صالحها أن يجري تداول هذا الملف على نطاق واسع أو فتح التحقيق به. لكن كما قلت الآن الملف موجود على مستوى دولي، هنالك متابعة دولية من لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاقتفاء القسري للعراق، هنالك مطالبة للعراق أن يقدم إجابات على التقرير الذي صدر في نيسان 2023 والذي أشرت له في بداية اللقاء. هنالك مطالبة أن يقدم التقرير خلال 4 أشهر، وهذه 4 أشهر انتهت بالفعل، فيجب أن يكون هنالك تقرير يتضمن إجابات العراق على مقدمته لجنة الأمم المتحدة من توصيات واضحة جدا. طيب من أجل وضع استراتيجية لحماية جميع الأشخاص من الاقتفاء القسري. نعم.